حواريكم ما شاء الله تبارك الله كيف القرمشة شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هعمل لكم وصفة سهلة وبسيطة بيحبها الصغير والكبير والغني والفقير، ما نستغناش عنها إن شاء الله تنال إعجابكم، وهي الفلافل. تسعدني متابعتكم والاشتراك بالقناة، لا تنسوا تعملوا لايك إذا عجبكم فيديو الفلافل، وتابعوا معايا إلى آخر الفيديو. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هنعمل الفلافل بهذا الحمص. شايفين الحمص كيف بيبقى؟ هننقعه. هنستعمل نص كاسة حمص ونص كاسة فول مجروش، جميله. هنقعهم أقل شيء مدة 6 ساعات، لتاني يوم إن شاء الله نبدأ نعمل فيهم. هنا نقعنا الحمص زي ما انتم شايفين، شايفين نقعناه، وطبعا كل شوية غير عليه المية، نغير عليه المية كل شوية. وهذا الفول المجروش برضو منغير عليه المية. يلا على بركة الله، لا تنسوا تعملوا لي لايك، تبدو اعجابكم بهذا الفيديو. شوفوا خواتي حبايبي، هذه اشياء اللي بدي اعمل فيها الفلافل المقادير. هذا هو الفول المجروش. في ناس ما بيحطوا فول مجروش على الفلافل نهائيا، بس بيعملوها بالفلافل بالحمص. انا حبيت اعملها بطريقه اهلي زمان. هذا هو الحمص، شايفين؟ هذه هي الكزبره. ما بنحط طبعا عروق كتير، ولا بنحط حزمه، ولا بنحط نص، جزء بسيط بس كده عشان تعطينا نكهه في الفلافل. ونفس الاشي البقدونس، لا حزمه كبيره ولا اشي، بس اشي بسيط عشان النكهه. بعدين كزبره ناشفه، معلقه ملح وكمون وثلاث فصوص ثوم وواحد فلفل حسب الرغبه والبصله. بدي اعطيكم معلومه يا حبايبي، لا تكتروا بقدونس وكزبره في الفلافل بتغمق الفلافل، ولا تكتروا بصل عشان البصل بيسود الفلافل من جوا. بدي احكي لكم عن البيكربونات. هذه البيكربونات لما نيجي نحن نخلص عملنا كل المقدار ضربناه بالخلاط كله، هنحط البيكربونات على المقدار اللي احنا بدنا نقليه. اما اذا نحن عندنا مقدار ما شاء الله عاملين كميه كبيره بدنا ندخرها بالفريزر، نخبيها بالفريزر ليوم ثاني، ما نحط عليها البيكربونات، لانه اذا حطيت عليها البيكربونات وحطيتيها بالفريزر خربت الفلافل. لازم لما تطلعيها من الفريزر تحطي عليها نص معلقة البيكربونات على حسب الكمية. أنا هستعمل في هذا الكمية اللي أنتم شايفينها، عشان أنا ما بدي أخبيها، أنا بدي أعملها، بدي أستعمل نص معلقة صغيرة. وعلى بركة الله، لا تنسوا تعملوا لي لايك، وإن شاء الله يعجبكم فيديو الفلافل. هنعمل الطحينة اللي نحن بنحطها في سندوتشات الفلافل. على بركة الله، هنحتاج، شوفوا كيف حاوريكم كيف بالضبط تعمل، معلقتين من اللبن، شايفين؟ ومعلقتين من الطحينة سائلة، هذه معلقة وهذه معلقة، وحنحط شوية ملح، شايفين؟ وحنحط معلقة خل، وحنحط الثوم المهروس لو درسين ثوم، وحنحركهم كلهم على بعض. كده هتصبح لنا سلطة الطحينة تبعت الفلافل. شوفوا كيف السلطة، إذا بتحبوها تكون مرقة أكثر من هيك تحطوا لها شوية مية باردة، شايفين؟ بس هي ما بتحتاج، لأنه هي كده لازم تكون السمك تبعها بهذا الشكل. هنحطها في صحن التقديم بهذا الشكل، ونخلي جزء علشان يمكن نعمل سندوتشات ونحطه عليها، ونزينه طبعا بالنعناع. هذه هي سلطة الطحينة تبعت الفلافل. على بركة الله،
حطينا الفول، هنحط الثوم والفلفل، الفلفل نجيب سكينة حبة البصلة، هنحط الملح، هنحط الكزبرة، شايفين؟ هنحط الكزبرة، هنحط البقدونس، هنحط الكمون. إذا احنا حطينا كل المقادير، هنسكر عليها ونقلبهم بالخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لما نحن نضربهم بالخلاط كيف نقوم نحن نحط، عشان المقدار الوعاء تبع الخلاط عندي شوية صغير، فهنضطر اسويه شوية شوية. شايفين؟ هزيده ايش؟ يعني المقدار تبعي بياخد نص الكاسة هاي مية، ويمكن اقل كمان. شايفين؟ بدي اوريكم كيف تبقى بعد ما نضربها بالخلاط. شايفين كيف تبقى؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. والريحة، ريحة بتجنن. شايفين؟ هنحطها في صحن. شوفوا اخواتي بدأت ايش اقلي الفلافل، واعمل معاها جنبها شوية بطاطا مقلية برضه. بس حبيت اوريكم ايش اشتريت من السوق. قوالب الفلافل، هذا قالب صغير شايفينه، وهذا قالب كبير. تهيألي هذا انه الفلافل اللي بتتفتح كده من النص هي هذه، فانا حجرب هذه واجرب هذه وعلى بركة الله. شوفوا خواتي بعد ما جبنا الفلافل من الثلاجة، حطيناها بالثلاجة تقريبا زي ساعة بالضبط. هنفتح المكربونات، هناخذ منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذا الجزء ونحطه عليها ونقلب. بعد ما نقلب لازم على طول يتم القلي، علشان اذا ما سويتيها بعد هيك وتركتيها لمدة ساعة ساعتين خلاص فسدت عجينة الفلافل.
شاء الله تبارك الله. بدي اشيل الفلافل، شايفين؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الله. يعني هي بدها ناس يكونوا شاطرين اللي يعرفوا يعملوا التقريص طبعا. انا والله للاسف الشديد يعني مش عارفه اقرص، واما طعم لا يعلى عليه، طعم الفلافل لا يعلى عليه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. حوريكم ما شاء الله تبارك الله كيف القرمشة، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين. خلص طبعا اليوم هو عمل الفلافل بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله تنال إعجابكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك إذا عجبكم الفيديو. هنعمل ساندويش فلافل بعيش الكويتي. شايفينه؟ نجيب هذا العيش وكده.